كابتن جمال، وصلنا لفقرة حق الجمهور. جاهز معانا؟ خد جاهز نفس. ربنا يستر. لا يستر خير إن شاء الله. أولا بنرحب بالكابتن جمال الغندور. كنت أعلنت وأنت رئيس لجنة الحكام إنك هتقدم استقالتك بسبب المجاملات، فكنا عايزين نعرف من حضرتك إيه نوع المجاملات اللي بتقدمها. ترد عليه تقول له إيه؟ لا أنا دايما زي ما قلت لك كابتن مصطفى، أنا دايما لما بروح أي مكان شغلي في التحكيم إذا حصل عليا أي ضغوط أو أي أمور أنا مش عايزها أنا بمشي. بس هي فكرة مجاملات، أنا أنت كتبتها كده؟ لا ما كتبت كده. طب أصل مجاملات من أني ناحية؟ وأنت قلت أنا ما بحبش بيضغطوا عليا وأنا ما بحبش المجاملات. لا بيضغط عليك في إيه؟ لا بص كابتن مصطفى، في حاجات الواحد ممكن يعني يقبلها وفي حاجات صعبة إنها تتقال. صعب إنها تتقال كمان يعني. طيب اللي بعده. كابتن جمال الغندور أهلا وسهلا بحضرتك. كنت عايز أسأل حضرتك في قرار خدته في أي ماتش وندمت عليه؟ الناس بتابعك هي. لا في كنت بلعب بالأهلي والإسماعيلي في استاد القاهرة. سنة كام؟ أعتقد سنة 97 95 يعني. في الفترة دي الماتش خلص 0-0. كابتن حسام حسن كان يعني حسام ليه طبيعة كده دايما إيه يطلب منك إيه فاول كابتن فاول. يعني حسام من الناس اللي إيه اللي دايما بيتابع مع الحكم، هو حماسي قوي. ايوه فايه انا يعني انا كتير بقى انت بتبذل مجهود العب يا كابتن حسام مفيش فاول مش عارف ايه كده. فانا في المباراه دي في اول مباراه شويه بتتلعب كره لحسام ودخل في وسط اتنين وبعدين حسام وقع العب، على اعتبار انا ان حسام ايه بيدعي انه ليه فاول او ليه ضرب جزاء. كانت لعبه على حدود منطقه الجزاء على الخط، يعني ممكن تبقى بره ممكن تبقى جوه الله اعلم. ما حسبتهاش والماتش خلص 0-0. بعد ما اتفرجت عليها بالليل، رحت البيت اتفرجت عليها بالليل لقيت انه كان ليه فاول وممكن تكون ركله جزاء كمان. كان يوم في التحليل قلت دي ركله جزاء انا ما حسبتهاش. ندمت عليها اكيد طبعا، لان مفيش خطا الواحد بيشوفه اللي بيحاسب نفسه صح واللي عايز يمشي صح. الا احنا بشر، احنا بنخطا، ما بن يعني ما بن ايه ما بنكبرش. اللي بعده. كنت عايز ارحب بحضرتك بكابتن جمال الغندور، وكنت عايز اسال حضرتك سؤال، ايه اصعب مباراه قدرتها في حياتك؟ كنا هنتكلم عنها انا وانت كابتن مصطفى دي، بس تقريبا ايه ما خدناش حقها. كان مباراه البرازيل وفرنسا اللي احنا اتكلمنا عنها في كاس العالم للقارات. المباراه دي يا كابتن مصطفى خلصت 2-1 لفرنسا. كانت اول مره يلتقوا مع بعد نهائي كاس العالم اللي فرنسا كسبت فيه البرازيل 3-0. ايوه. والمباراه دي البرازيل حاولت بكل الطرق طبعا انها ترد هيبتها قدام فرنسا، وانا جريت في المباراه دي، كنت مركب جهاز بتاع العداد بتاع الجري، جريت في المباراه دي حوالي 12 كيلو و600 متر. كام؟ 12 كيلو ما شاء الله. جريت فيها كتير، تعبت فيها كتير، مباراه من المباريات الصعبه قوي، لكن المباراه اللي بعتز بيها جدا. المباراه دي كان منقول على الاي ار تي، ما كانتش موجوده في مصر كتير. كانت بالتشفير فما حدش في مصر كتير شافها يعني. اللي بعده. مساء الخير كابتن جمال، مساء الخير كابتن مصطفى. حضرتك صرحت قبل كده او قلت قبل كده ان فيش ديمقراطيه في التحكيم، ولازم ماتش اهلي والزمالك يحكموا حكام اجانب. لازم يحكموا حكام اجانب؟ انا قلت كده؟ طلعت تصريح بكده. لا 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 انا قلت دي في ديمقراطيه. لا ديمقراطيه. لا ديمقراطيه. لا ديمقراطيه. لا ديمقراطيه يعني الحكام ما تتسالش تحكم ايه وما تحكمش ايه. لكن اهلي وزمالك طول عمري بطالب بحكام مصري. ما قلتش لازم حكام اجانب. لا طول عمري حكام. انا اصلا من وقت وانا حكم كانت عامله لي مشكله، بقول لحضرتك مع رؤساء اللجان، وكنت بتوقف كتير بسبب تصريحاتي عن التحكيم الاجنبي. نسينا نقول له مساء النور وقال مساء الخير يا كابتن جمال. مساء الفل. مساء الفل عليك. اللي بعده.
بسلم على كابتن مصطفى وكابتن جمال. وسؤالي الكابتن جمال، ايه اكبر غلطه غلطها في التحكيم عموما؟ يعني هو سؤاله ايه؟ بيقول لك ايه اكبر غلطه غلطها في التحكيم بصفه عامه؟ اكبر غلطه غلطها في التحكيم، والله كابتن مصطفى فعلا مش 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 يعني انا ما افتكرش ان كان عندي حاجه ممكن تتحسب عليا في المشوار كله. هل مره من المرات طلعت كارت احمر وندمت ان طلعت واحد؟ خالص خالص. انا قلت لك على اللعبه بتاعت كابتن حسام دي، لان فعلا دي من الحالات اللي فعلا اللي ممكن نحسبها له دلوقتي. احسبها له كابتن حسام حبيبي، انا بحبه جدا صراحه. طبعا يعني ما فيش ماتش من الماتشات اللي بيسأل. اكيد كان في ماتشات انا ما كنتش موفق فيها، لازم طبعا. بس مش ما توصلنيش لدرجه ان انا اندم يعني. ايوه كان في اخطاء، اكيد في اخطاء، لان انا واحد من الناس اللي كنت دايما الماتشات المذاعه دي تقريبا كنت بقى لازم بشوفها مره. كل واحد بيصلح من اخطاء. اكيد طبعا، اكيد طبعا. اللي بعده طبعا بسلم على الكابتن مصطفى عبده كتير قوي قوي قوي، وحشنا كتير الكابتن مصطفى عبده، يعني التاريخ الكبير العظيم دوك. وبالنسبة لموضوع الكابتن جمال الغندور، يعني احنا في اتهامات يعني توجهت له هو ولابنه ولابن اخوه، هل الاتهامات دي حقيقة؟ ده سؤال لكابتن جمال غندور. طبعا الإجابة لا. انا ما بتكلمش. انا يعني ايه هي الاتهامات؟ انا ما اعرفش. يعني هو يقصد يقول بس ان انا بجاملهم يعني. ايوه اتهامات ليه يعني؟ مش ليهم، هم لهمش ذنب المساكين. يعني هم كفايه اللي بيشوفوه يعني. بص احمد وخالد اكيد يتعرضوا طبعا لبعض الاوقات لمعاناه من كونهم ولادي يعني، وده طبيعي. اعتقد انه شيء طبيعي، بس هو زاد شويه معاهم من بعض الناس، واتمنى ان الناس تعاملهم على قد ما بيقدموه في الملعب، لانه برضو هقولها مره تانية انه يعني دول مش ذنبهم ان هم حابين يبقوا طالعين زي عمهم وابوهم. يعني احمد أكيد طول عمره كان بيرافقني في الماتشات وهو صغير. احمد والده سابه وهو عنده 11 سنه، وانا كنت ما يعني كنت ابوه، وهو كان متعلق بيا جدا وشايفني مثل اعلى وقدوه، وربنا اكرمه ونجح. وعمري في حياتي، عمري في حياتي وربنا شاهد على كده، ما جاملت احمد في حاجه او جاملت خالد في حاجه. انا عايز اقول لك على حقائق. احمد الغندور بقى حكم دولي، وعصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام. هو اللي حطه حكم دولي مش انا. نعم. خالد الغندور دخل التحكيم اللي دخله التحكيم عصام عبد الفتاح مش انا. انا كنت رافض انه خالد يدخل. انت كنت رافض يخش التحكيم؟ والله. ليه؟ مش عايزه يعاني زي ما احمد عانى. او انت عانيت في الاول؟ انا عانيت. انا كنت قادر على اني اتصدى. هو ما عندوش تحمل ان مش ما عندوش تحمل. هو انا دخلت التحكيم ما كنتش بعاني عشان اسم الغندور، لان ما كانش فيه في العيله قبل كده حكم. لكن هو سبب معاناه احمد، انه كل الناس متخيله ان هو حكم بس لانه ابن اخو جمال الغندور. انت عملت غنادير من خالد. انا كنت بعد كده قلت تجربه خالد لا، انا مش موافق. عصام عبد الفتاح ساعتها كان هو رئيس لجنه الحكام، وبالاتفاق مع احد الحكام اللي هم قريبين مني قوي قوي الله يرحمه كابتن محمد معوض، خده من ورايا وراح لعصام، وعصام دخله ودخل الامتحان ونجح بمجهوده بقى.